من أمد يدي بالطين؟ هذا إحساس يعني كأنه الطينة بالنسبة لي مادة قد ما أضغط عليها وأجعصها وأزعجها هي تقول لي بعد يعني ما تصرخ بوجهي تستهويني لأنه أحس بس هي هاي تفهمني بالكون. هذا الاستيراد دمر كل مو بس الفن يعني حتى باقي الصناعات يعني. كانت الناس تشتري فن تشتري أعمال يعني يودي هدية يودي الإنسان العراقي المتذوق العراقي يحب الفن